السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم في الأجهزة الحديثة هي محاضرة رقم 14، واللي حنحكي فيها على نموذج رادرفورد. ورادرفورد هو عالم بريطاني في الفترة من 1871 إلى 1937، طرح في الفيزياء والكيمياء، عمل على عناصر الإشعة وبالأخص جسيمات ألفا، واستخدمها في دراسة العديد من الظواهر ومنها تشتت جسيمات ألفا، وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء في عام 1908، ويعتبر من العلماء المشهورين، ويسمى المركز القومي للبحوث في بريطانيا باسمه، هو مركز رادرفورد للابحاث القوميه. طبعا هنتعرف اليوم على نموذج رادرفورد، وبالمناسبه رادرفورد هو احد تلاميذ العالم تومسون اللي وضع نموذج تومسون للاتوم. طبعا زي ما قلتوا رادرفورد استخدم نموذج تومسون في دراسه تشتت جسيمات الفا، بحيث انه يضع هذا النموذج تحت الاختبار، بحيث انه اي نموذج عملي يتم وضعه، اي نموذج نظري يتم وضعه، بحاجه الى تجربه عمليه تؤكد صحته او عدمه. طبعا اشتغل رادرفورد على جسيمات الفا، وجسيمات الفا هي ايونات الهيليوم، اي هي عباره عن انويه طاقه الهيليوم، وبالتالي جسيمات الفا تعتبر جسيمات يمكن اطلاقها على الذرات لدراسه مدى تاثير الذره على جسيمات الفا من ناحيه التشتت. تنتج جسيمات الفا من العديد من العناصر المشعه. العالم رادرفورد استخدم شريحة من الذهب وسلط عليها جسيمات ألفا حتى يتمكن من دراسة ماذا يحدث عند تصادم جسيمات ألفا مع هذه الشريحة. تماما زي ما أنت لما تجيب صندوق مغلق، وهذا الصندوق المغلق تقوم بإطلاق مثلا رصاصات عليه، فبناء على ماذا سوف يحدث اذا مثلا الرصاص استقر في الداخل، معناته انه الجسم مصمت ويمتلك كتله كبيره جدا. اذا الرصاصه اخترقت الجدار الاول والجدار الثاني وخرجت بخط مستقيم، معناته تكتشف انه الصندوق مفرغ ليس فيه شيء. اذا دخلت الرصاصه في الصندوق وانحرفت عن مسارها، معناته اصطدمت في جسم له مثل كتلة جسيم ألفا ويمتلك كتلة كبيرة، أدى إلى انحراف جسيم ألفا. إذا اصطدمت جسيمات ألفا بالجدار الخارجي للصندوق وارتدت، إذا بناء على التصادمات التي تحدث ما بين جسيمات ألفا التي تشابه الرصاص في اتجاه الصندوق اللي هو معدن الذهب في جسيم ألفا، يستطيع رادرفورد تحديد ماذا ما هي طبيعه التفاعل او ما هو المسؤول عن هذا التشتت. طبعا هنا رادرفورد اكسبيرمنت انفولد فايرنج ستريم اوف تايني بوزيتيف تشارج بارتيكل ان ثين شيت اوف جولد فويل. تقريبا السمك هذا يحتوي على 2000 اتوم تف، بما يساوي 2000 اتوم. بالتالي جسيمات الفا عندما تخترق يجب ان تجتاز هذول الذرات في داخل السمك الالمنيوم فويل. طبعا هنا عباره عن كليب فيديو بيشرح او بيوضح بالضبط التجربه، خلينا نشوف مع بعض وبعد ذلك هنشوف ايش اللي بصير. طبعا هذا مصدر العنصر المشع، يطلق جسيمات الفا
اتحكم في مسارها من خلال الديفرام اللي هاد. وطبعا هذه عباره عن اللي هي شريحه الذهب، شريحه الذهب. الان اجتمعت الفا انطلقت واصطدمت في خط مستقيم، معناتها نفذت بدون اي مشاكل. اضف الى ذلك انه هنالك بعض الوميض او البقع الوميضيه، طبعا هذه عباره عن كاشف من الزنك سلفايد. طبعا هنا نلاحظ كيف ان جسيمات الفا لما تقترب من الامنيت الذهب، لاحظ انه في فراغات ممكن تمشي فيها في خطوط مستقيمه، لاحظ انه ممكن تصطدم في اللي هو وسط الذره وترتد. طبعا هذا هو ايش اللي هو نموذج رذرفورد، كيف رذرفورد تصور الذره. لكن اذا قارنا ذلك بنموذج تومسون هنلاقي انه الموضوع مختلف. هنا هي شريحه الذهب، هذه عباره عن ماده حساسه لجسيمات الفا، بحيث ان كل جسيم الفا يصطدم في هذه الماده يعطي وميض. الان توزيع جسيمات الفا على الحلقة الدائرية هاي هو عبارة عن توزيع زاوية، مفروض ولا لا؟ عبارة عن ايش؟ عن توزيع زاوية. هذه الزاوية 0، هذه الزاوية 90، هذه الزاوية 180. طبعا بناء على التشتت هذا بنقدر نعرف من ايش مكون او من هو المسؤول عن التشتت. إذا انطلقت الجسيمات ألفا وفقط في خط مستقيم ولم تنحرف لا على اليمين ولا على الشمال، معناته نحن نكتشف انه ايش؟ انه لا توجد اي قوة ما بين الذرة وجسيمات الفا. بالمناسبة جسيمات الفا هي عبارة عن ايش؟ جسيمات مشهورة بشكل موجب. لما تقترب من الذرة المتعادلة كهربيا سوف تتفاعل مع الالكترونات السالبة والبروتونات ايش؟ اللي هي في النواة اللي هي الموجب. لأن تومسون ايش افترض؟ افترض انه الذرة عبارة عن السحابة للشحنة الموجبة، وتوجد هنالك بعض الشحنات الالكترونات الموزعة بالنظام في داخل السالب. الان اذا اقتربت جسيمات الفا من هذا الجانب فسوف ايش؟ تتعرض الى تنافر ما بين الشحنه الموجبه التي تحملها جسيمات الفا والنواه او الذره، فسوف تنحرف انحراف بسيط. هذا الانحراف البسيط يمكن حسابه، وسوف يؤدي الى انحراف مقدار مثلا 3 درجات راديو انحراف. اما ما لاحظه رذرفورد هو انه هنالك اكثر مما تتوقعه انحرافات الناتجه عن ذره تومسون، حيث انه رصد بعض الانحرافات تاتي عن زاويه 90 درجه وبعض منها عند 180 درجه انه يرتد. طبعا ايش معنى يرتد؟ معناته انه اصطدمت هنا وارتدت سمات الفا. هذا نسميه هيد اون كوليجن، لو اتصال مباشر. وبالتالي لو جينا احنا طلعنا على كيف شريحه الذهب الذرات تكون مرتبه بهذا الشكل، عندما تقترب جسيمات الفا، شعاع جسيمات الفا، فماذا سوف يحدث؟